انت قاعده كده ليه؟ مستنياك. خير؟ انا عايز اعرف انت هتعمل معايا ايه لو الدواء ما جابش نتيجه وما عرفتش اخلف. الموضوع ده سابق الاوان يا ريان. لا هو ده اوانه، وانا مش هسيبك الا لما تقولي. اقولك ايه؟ هتعمل معايا ايه لو طلعت ما بخلفش؟ ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان انا من حقي يكون لي ابني زي بقيه خلق الله. يعني ايه يا محمد؟ لو انا طلعت ما بخلفش تروح تتجوز عليا؟ قلت لك الكلام ده سابق الاوان. وانا مش هستنى ما يجي اوانه. يعني ايه؟ يعني انا في بيت اهلي وتبعت لي ورقه طلاقي. اتجننتي ولا ايه؟ سيبني يا محمد بقى. يا ريهام في 60 ده. ريهام اوعى كده. ريهام يا ريهام استنى هنا. انت ايه اللي عملته ده؟ كسرت بخاطر البنت بدل ما تطبطب عليها في موضوع اساسا هي مالها ذنب فيه. وانا ذنبي ايه؟ وانا مش من حقي كل ابني يا ماما زي بقيت خلق الله. خلي بالك يا محمد، انت مش شايف غير نفسك وبس، وبتغلط في كل الناس اللي بيحبوك. هما اللي خذلوني، هما اللي طلعوا زباله، كلهم زباله. ولا انت عايزين افضل احسس عليهم وافضل اطبطب عليهم ومحدش يراعي مشاعري؟ هما اللي غلط يا ماما، هما اللي غلط مش انا. انا مش عارف ايه اللي بيجرالي ده يا ماما. لكل فعل رد فعل، واكيد اللي بيحصل لك ده نتيجه افعالك. انا مش غلطان في حاجه، والله العظيم تلاته انا مش غلطان في حاجه. كل اللي بيحصل حواليا ده خارج عن ارادتي. وجرحك لمراتك ودوسك على جرحها ده خارج عن ارادتك برضو يا محمد؟ انا اتصدمت لما عرفت ان انا ما بتخلفش. كان نفسي اكون اب قوي. انتوا ليه مستكترين عليا ان انا ازعل؟ ليه دايما انا اللي لازم اصالح واتاسف؟ وحسام، مش حسام هو اللي غلط؟ مش هو اللي هد كل المعاني الحلوه اللي كنت شايلها له جوايا؟ طول عمرك بتنصفي هو، طول عمرك بتبرري له غلط، دايما كنت بتيجي عليا. ودلوقتي لما حد يغلط ليه مش عاوزيني اعاتبه او ازعل منه على الاقل؟ عاتب وازعل زي ما انت عاوز، ما دام انت على حق. بس بلاش تدوس على جروح الناس، بلاش تقول للاعور انت اعور في عينه عشان ما تجرحوش اكتر ما هم جروح. ما اعرفش يا ماما، ما اعرفش اكون بوشي. مش انتوا اللي علمتوني كده، مش انت وحسام اللي علمتوني اقول الحق. انا زعلان قوي يا ماما، زعلان عليا وعليكي وعلى اللي حصل لنا. احنا ليه حصل لنا كده؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف. بنتي اللي أمنتك عليها يا محمد؟ معقولة يا محمد؟ تسيبها تنزل لوحدها في نصاص الليالي؟ كانت ساعة الشيطان وراحت لحالها. للأسف يا محمد، ساعة الشيطان بينت اللي جواك. أنت فاهماني غلط يا ريهام. لا أنا كنت فاهماك غلط، بس دلوقتي فهمتك صح. أنت أناني وما بتحبش إلا نفسك. ما تزنيش أكتر من كده، أنت مش فاهمة اللي أنا فيه. وأنت ليه ما فهمتش اللي أنا فيه؟ وبدل ما تقف جنبي دوست عليا أكتر. أنا مستعد نكمل سوا من غير ما تخلفي خالص. أنت عندي أهم حاجة في الدنيا. وهتكمل معايا إيه بقى؟ شفقة ولا تضحية؟ لا هكمل معاك عشان بحبك. بتحبني؟ الحب يا محمد انك تاخد وتدي، وانت عايز تاخد وبس. وانا مش هقبل ان يجي عليا يوم تتجوز عليا علشان خاطر تجيب بيبي. وليه انت شايل ده؟ انت مش قلتي بالعلاج في امل؟ ياه، تصدق ان انا كنت مستنيه اسمع منك الكلمتين دول لما جيت حكيت لك. ساعتها لو كنت قلتهم كنت هفضل مخطوعه فيك. انما دلوقتي خلاص احساسي بالامان معاك راح ومش هيرجع تاني. ولو سمحت بقى طلعني. طب ندي بعض فرصة تانية، كل واحد يقعد مع نفسه يفكر ونشوف القرار اللي هنوصل له. أنا قراري خدته ومش هرجع فيه. واضح طبعًا أنا مش عايزة تعيش معاك، ويا ريت زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. إديني فرصة تانية يا ريهام. فرصة تانية؟ إحنا إدينا لك أكتر من فرصة يا محمد. وقفنا جنبك في أصعب الظروف اللي مريت بيها، وجددنا فيك الثقة أكتر من مرة. لكن للأسف ثقتنا دي ما كانتش في محلها. أنا اتمسكت بيك ووقفت قصاد أقرب الناس ليا عشان أبقى جنبك في وقت أنت كنت فيه ضعيف، لكن أنت مع أول لحظة ضعف واجهتني عاتبتني عليها ومشيت وسبتني. أنا بحبك. مبقاش ليه لازمك كلام، ويا ريت تنفذ بقى اللي طلبته منك. لازم تفهم إن أنا لما وافقت إن أنا أجوزك بنتي أنا كنت فاكر إن ده فيه سعادتها، لكن تحزنها وتبيتها كل يوم بدموعها يبقى قيلتك أحسن يا حضرة الظابط. وإذا رفضت إنك تطلقها أنا هيبقى لي شغل تاني معاك.
انت لما قلتلي انك ما بتخلفيش انا اتجرحت اكتر منك مليون مرة، وصدمتي كانت اكتر منك بكتير. عارفة ليه؟ عشان كان نفسي اوي اخلف طفل مني، يمكن ده اللي خلاني اتعصب ساعتها واخرج عن شعوري. انت طالق يا ريان. لا حول ولا قوة الا بالله. طب والله العظيم صعبان علي. يستاهل، هو اللي جابه لنفسه. طب انت ليه يا ست حكمة عملت فيه كده؟ دي اقل حاجة اعملها للي كان السبب في موت ولادي وحرماني منيهم طول عمري. دياب بعد ما كان الحضن الدافي اللي بتحامى فيه بقي خطر على نفسه وعليا، وكان لازم نتقي شر واحرق قلبه واسقيه من نفس الكاس اللي سجاني منيه. طب احنا هنعمل ايه في كل السلاح اللي سرقناه من مخازن دياب؟ انت مش خزنته في المكان اللي قلت لك عليه؟ ايوه، امال ايه؟ انا عملت اللي انت قلت عليه بالحرف الواحد. انا اجرت كم واد ملناش علاقه بيهم خالص، ودخلوا على المخازن قتلوا رجال الدياب وخدوا السلاح ودوه على المكان اللي انت قلت عليه، وخدوا اللي فيه النصيب ومشي. تمام يا جده، احنا دلوقتي نكن شوي، لما الامور تهدى بعدها نتصرف في البضاعه براحتنا. طب وانت تفتكري يا ست حكمة دياب هيسكت؟ دياب ساعتها مش هيكون على وش الدنيا اساسا. معقوله يا ست حكمة؟ انت عايزانا نقتل دياب كمان؟ لا، مش احنا اللي هنقتله، ود الهلالي هو اللي هيقتل. طب ودي تيجي ازاي دي؟ شوف يا طاهر، دياب دلوقت فاكر ان ود الهلالي هو اللي سرق البضاعه عشان يخسره ويكسره في السوق، وعمره ما هيجي في باله ان احنا اللي سرقنا البضاعه. ويا رب ما تيجي في باله ابدا، الشر بره وبعيد. تمام، وعشان يبقى الشر برانا وبعيد عنينا لازم نخلو دياب يقتل ود الهلالي. وطبعا ود الهلالي مش هيسكت وهيدافع عن نفسه. يقوموا يقتلوا بعض ونخلص منهم هما الاثنين. الله ينور عليك يا طاهر، وساعتها السوق هيخلالنا انا وانت. ربنا يحميك. النزيف اللي في قلبي هيوقف يا حكمت. نزيف جا اليوم اللي هتبقى شمسه، آخر شمس هتطلع على ود الهلالي. تاري والتاري. سمعت الكلام ده كتير، توك ما افتكرت؟ قولي هتقتلوا كيف؟ ود الهلالي عامل حفلة كبيرة كبيرة قوي، عازم عليها البركة. بالك يا دياب لو عملتها وقتلت البير معاه كمان هترجع دياب الكبير اللي كان جوا قلبي. في زمان وقتك اهلا وسهلا يا مستر البير، نورت المكتب. المكتب منور بس خاوي يا حسام بيه. الله، ده انت لسانك ماشي في المصري اهو. ما انا في مصر لازم اتكلم اللهجه المصريه. ده يزيدنا شرف. الله يخليك. منوره مصر يا انسه ديدي. مصر منوره باهلها. والله شرفتوني. شرف إلنا. أنا بعد إذنكم طبعا الحفلة اللي كنت قايل لحضراتكم عليها أنا حولتها بقت على شرفكم. كلك ذوق. وأنا شاكر جدا إنك أتحت لي فرصة زيارة مصر. وحضرتك ليه عمرك ما زرت مصر قبل كده؟ ما كنتش لاقي مين يقنعني إني أسيب كرواتيا وأجي مصر. ده وسام على صدري بقى إن أنا قدرت أقنع حضرتك تيجي مصر. طبعا. عموما يا رب تعجبك وإن شاء الله تنقل إقامتك فيها بإذن الله. ألف مبروك يا إيمان.
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اتربى في عزك يا حبيبتي. والله كان نفسي اقول لك عقبالك يا عمر، بس طول ما انت مع الحربايه بتاعتك دي حاسه ان انا هكون بدعي عليك. لا ما خلاص، انا ولولا سيبنا بعض. بتتكلم جد يا حبيبي؟ اه والله. انتوا اتطلقتوا ولا ايه؟ ما عنديش رفاهيه اصلا ان انا اطلقها، لغايه بس الاول ما اطهقها واعرفها ان الله حقها، ساعتها بقى تبقى تفرع نفسها لنفسها. وانت فاكر انها تعمل كده بسهوله؟ تعمل بقى ولا ما تعملش، خلاص ما بقتش تفرق معايا، تيجي زي ما تيجي، المهم ان انا خلصت من امها. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. نصيحه مني يا امان، ربي ابنك كويس، ما تدلعيهوش، واوعي تقولي له اه على اي حاجه يطلبها منك، عشان لما يكبر ما يطلعش لخاله كده. برضو يا عمر، حبي ليك وحناني عليك هما السبب في اللي انت فيه دلوقتي. هي دي الحقيقه يا ماما، انا اسف طبعا مش قصدي حاجه، بس القطط من حبها لعيالها ممكن ياكلوهم، انا بقى جيت الدنيا لقيتك بتجيبي لي كل اللي انا عايزه، ومن حبك فيا عمرك بقولتي لي على حاجه لا. اخيرا يا عمر فهمت الدرس، دلوقتي بس اقدر اقول انك راجل اقدر اعتمد عليه. خير يا ست حكمت؟ خش جوام يا طاهر قبل دياب ما يجي. اللي بتقوليه ده يا ست حكمت؟ ايه قبل دياب ما يجي ده؟ دياب قال لي على حفله واد الهلال. ايوه ماني اللي قلت له، اول ما عرفت موضوع الحفله كلمته على طول. دي فرصتنا اللي كنا بندور عليها، عاوزاك تسهل دياب دخول الحفلة بسلاحه عشان يقتل ود الهلالي وألبير كمان. يا سنة سوخي، ده كده الدم هيبقى للروكة، لأن رجالتهم أكيد هيردوا عليه الرصاص بالرصاص ويقتلوا دياب. هو ده اللي احنا عاوزينه يا طاهر، وساعتها يبقى هما اللي قتلوا بعض، واحنا ملناش دعوة بالموضوع ده خالص، ونشوفوا شغلنا مع الصينيين عاد. قلت ايه؟ قلت ايه؟ إلا قلت ايه؟ قلت تسلم دماغك المتكلفة. صحيح، إن كيدهن عظيم. بسم الله ما شاء الله. أنا آسف لو كنت جيت من غير ميعاد، بس الوقت كان وحشني وكان نفسي أشوفه. أنت تيجي في أي وقت يا حسين، ده ابنك زي ما هو ابني. شكرا. حسام انت مش حاسس انه ملزوم منك وانك المفروض تبتدي تصرف عليه؟ انت بتتكلمي زي ما اكون يعني انا بخيل ولا مش عايز اصرف على ابني. انا عرضت عليكي بدل المره 1000 انت اللي بترفضي. انت عايز تصرف عليه من فلوس حرام؟ مش لما تبعد عن سكه الشيطان اللي اسمه دياب الاول؟ يا ايمان قلت لك 100 مره السكه دي اتفرضت عليا، انا ما اخترتهاش بارادتي. مفيش حاجه اسمها كده. انت بجد عايز تصرف عليه من فلوس حرام؟ من دم ناس؟ انت ممكن تغير طريقك. بص يا مان، ساعات بيبقى فيه سكك رايح بس مش رايح جاي، وان واي زي ما بيقولوا، الرجوع فيها معناها نهايه البني ادم، وانا لسه قدامي حاجات كتير قوي. ولا انت عايزه تخلصي مني؟ الو، ايه يا شواطفي؟ بتقول ايه؟ جهه سياديه ايه دي اللي تاخد الارض؟ يعني ايه جهه سياديه؟ قاضت ايه اللي يهدوها؟ انت مجنون؟ ارمي نفسك قدام اللوطه. سبت الارض؟ الله يخرب بيتك يا شواطفي يا ابن الكلب. اهلا وسهلا مستر الربيع، منور. اتفضل اتفضل يا انسه ديدي، بيتكم ومطرحكم.
بصراحة يا حسام بدي هنيك على ذوقك الحلو، كتير حلو الفيلا. هو الحقيقة مش ذوقي، ذوق الحكومة المدام يعني. بيظهر الحكومة عندكم ذوقها جميل قوي. مش اختارتني يبقى ذوقها جميل يا مستر عبدالله. بهيدي معك حق. طيب وين المدام لنشكرها؟ مامتها تعبانة شوية قالت تقعد معايا، معلش هي بتعتذر وأنا بعتذر بالنيابة عنها. منورين ومشرفين. ماشي. أريان. مع مستر ألبير ها؟ بونجور. عايزك تدلعهم آخر دلع، ما يغيبوش عن عينيك. اتفضل يا فندم، شرفنا النهارده. اتفضل اتفضل. يعني ايه ما تقدرش؟ هو انا بكلم اي حد؟ ده انت سيادتك اهم واحد في الحكومه. ايه؟ ايه حكايه جهه السياديه اللي انتوا ماسكين فيها دي؟ انا اسف، انا اسف يا باشا. تمام. داخل علينا دلوقتي. انت متاكد ان ده اللي خد ارضكم؟ اه هو. دعوة بأخويا دياب، أنا قدامك لو عايز تموتني موتني. هقتله زي ما قتلت أخويا جابر في الأول. فاكر؟ فاكر يا ولد الهلالي؟ فاكر 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 يا دياب، فاكر. وأنا قدامك أهو، عايز تعمله أعمله فيا أنا. مالكش دعوة بأخويا. شايف حاجة ولا حتى باصص نور؟ أنا مش شايف غير ستارة سودة. واضح إن الحادثة أثرت على العصب البصري. طب والعمل يا دكتور؟ احتمال تتحسن مع الوقت. يعني ممكن أشوف تاني؟ احتمال. وفي احتمال تاني إن الحالة تفضل زي ما هي، وفي الحالة دي
في الحالة دي ايه يا دكتور؟ في الحالة دي بقى نحمد ربنا انها جت على قد كده. يعني ايه؟ يعني انا هعيش اعمى بقية عمري؟ اهدي نفسك يا ستار. اهدي نفسي ازاي؟ اهدي نفسي ازاي وانا اتعميت؟ انا اتعميت! شاهندي! شاهندي! عن اذنكم. ايوه يا طاهر. خليكي جنبي يا شاهندي. ما تسيبينيش. لحد امتى يا طاهر؟ يعني ايه؟ يعني انا طلبت منك اننا ننفصل قبل كده في هدوء، وانت اللي رفضت يا طاهر. معقوله؟ معقوله يا شاهندي؟ بقى ده وقت الكلام ده؟ انا شايفه انه وقته، بس هو ممكن يكون مش وقته من وجهه نظرك. نظري؟ واني عاطفه يا نظر؟ أنا اتعميت يا شاهد، اتعميت. قول الحمد لله، يمكن يكون ربنا حرمك من نعمة البصر عشان تكفر عن اللي انت عملته. انت ليه بتقولي كده؟ انت عارف يا طاهر ان انا ما حبيتكش. انا ما كدبتش عليك وقلت لك ان انا اتجوزتك عشان تحميني انا وابني، بس للأسف انت دلوقتي حتى مش هتعرف تحمي نفسك. اخص عليك يا شاهد، اخص. بقى بعد كل اللي عملته معاكي بتبهيني؟ اما انت صحيح خاينه. انا ما خنتكش يا طاهر، وانت عارف ان انا ما خنتكش. انت اللي خنتني وكدبت عليا، وانت عارف كده كويس. انا مستعد ابطل تجاره السلاح، بس انت خليكي جنبي. هانم وبناتك اولى دلوقتي يكونوا جنبك يا طاهر. انت قسيت عليهم وانت بصحتك، بلاش تقسى عليهم تاني. انت محتاجهم دلوقتي وهم بيحبوك قوي. انا في بيت ماما لحد ما تبعتلي ورقة طلاقي. استنى، انت حامل مني ومش هينفع تمشي من هنا عشان ابني اللي في بطنك. اول ما خلفه يا طاهر هتشوفه زي ما انت عايز. اشوفه؟ أشوفه إزاي؟ أشوفه إزاي بعد ما اتعميت؟ بقى يا رب الواد الحيلة اللي كنت بتمناه من الدنيا لما هيجي مش هعرف أشوفه؟ ليه؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ هدي نفسك يا ستار. شاهندي، دي مشيت. مشيت ازاي؟ مشيت ازاي انا شمم ريحتها؟ معقولة تسيبني في الظروف دي؟ ما تجنكش يا اخويا، انا جنبك. انا عايز كامل، هاتولي كامل. أنا كلمته وجاي في السكة. إيه ده أنت بس اللي يطق لك عرق تروح فيه؟ يا ريتني كنت مت، يا ريتني كنت مت ولا عشت لليوم ده. يا ريتني كنت مت ولا عشت لليوم ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك؟ مش كفاية اللي جرالنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبي يا ماما. انت ايه اللي بينك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشة اللي قطمت ظهري بعد ألم أمك اللي فوقني. مستغربة؟ ألمك فوقني يا ماما. يومها مشيت من عندك وأنا هتجنن. مش مصدق انك مديت ايدك عليا، وصعبان عليا منك قوي. ماشي الدنيا بتلف بيا. جالي تليفون قالوا لي ان حامد اتقبض عليه واعترف انه شهد عليا زور.
ابنك بريء يا ماما، ابنك بريء. متستغربيش، كرامتي رجعت لي تاني يا ماما. اتصلوا بيا من الداخلية عن طريق سيادة اللواء رفعت وطلبوا مني إن أرجع الخدمة. مش هضحك عليك يا محمد، رفضت، ما بقتش هنفع، وقمت عشان أمشي. حسام، أنا عارف إن معدنك أصيل، عشان كده عايز أساعدك. وإذا كنت غلطت وعديت الخطوط الحمراء ممكن تتراجع وتصلح الغلط ده. يا ريت كان ينفع يا فندم. أنا خلاص خسرت نفسي، حياتي، خسرت سلمى واللي في بطنها، ويا ريت على كده وبس. حتى إيمان خسرتها، خسرت ابني اللي اتولد عشان يموت. الباقية في حياتك يا حسام، لكن الباقية دي لازم تكون مختلفة. أنا عارف إن أنت مريت بتجربة صعبة، لكن اتعلمت منها. انجرحت لكن لسه عايش وبتتنفس، لكن بحكم العشرة اللي بينا مش هسمح لك تضيع حياتك. انت جواك خير يا حسام يا ابني، انا متأكد من كده. مهما كان الغلط هتصلحه. حتى لو قلت لسعادتك ان حسام الهلالي ابنك وتلميذك وضابط الشرطة، هو تاجر السلاح الكبير اللي مدوقكوا بتدوروا عليه، ايه؟ زي ما سعادتك سمعت، انا الكبير كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها، مش سعادتك اللي معلمنا كده. ومعرفتش اطلعها في الخير معاكم، فضلطها عليكم. مستحيل، دي الحقيقة يا فندم، وده اعتراف مني والأول مرة أقوله، ومش عارف قلته إزاي. ولو سعادتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي هقول ما قلتش، وهحلف رفعت بيه. أنا ما سمعتش حاجة. يعني إيه؟ يعني جات لك الفرصة عشان تصلح الغلط من يوم ما قتلت منصور لغاية دلوقتي. مش فاهم يا فندم. الموردين اللي بره مصر. يا باشا بقول لسعادتك أنا الشيطان الكبير، والموردين اللي بره مصر اللي سعادتك عايزهم دول صبياني زي الخاتم في صباعي، أجيبهم بتليفون سعادتك. ما ينفعش يا باشا. لا هينفع، انت لازم تغلب الشيطان اللي جواك وتغلب الشياطين اللي حواليك وتعمل الصح. ساعتها اترميت في حضنه وكأني بتعلق بآخر طوق نجاة موجود. اتفقت إن أنا أتعاون معاهم علشان نوقع موردين السلاح اللي بره مصر. وعدني اللي ورفعت إنه يعتبرني شايب مالك في القضية. واكتشفت إن مش عيب إننا نغلط، إنما العيب إننا نستمر في الغلط. الإنسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحمراء لنفسه، ما بيستناش حد يعلم عليه. طلع كلامك صح يا ماما. البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معركته الأخيرة. بعديها سافرت عشان أقابل ألبير المورد اللي بره مصر. والحمد لله قدرت أسجل له اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل إدانة. مش دكان جيو من بيع بالقطع. ما
كانش ناقص غير ان اجيب لسته باسماء كل المتعاملين في الموضوع ده بره مصر وجوه مصر، ودي قدرت اجيبها من ديدي بطريقه مش هقدر اقول لكم عليها، يمكن انت تاخد بالك منها يا محمد. نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا انا كمان بدأت اتحمل. حسام حبيبي شوف لنا شو عنده للروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عينيا. روم سيرفيس بليز. كل الأدلة اللي أنا جمعتها وصلت الإدارة يا محمد. عارف عن طريق مين؟ مصطفى. مصطفى الأسمر المخبر اللي عندك في الإدارة في الدور الثاني. ما هو ده كان المنادي اللي واقف عندي تحت الشركة بيمسح العربيات. وعملت الحفلة. وعزمت كل الموردين من بره البلد وجوه البلد، والباقي انت عارفه يا محمد بيه. قبضنا عليهم وقبضنا على دياب، او بمعنى اصح قبضت عليهم وقبضت على دياب. وانت خدت طلقه، وعلى حسب ما سمعت انك خدت علاوه محترم يا بطل. وانت ليه ما قلتليش كل ده يا حسام؟ كانش ينفع يا محمد، كنت هفقدك تركيزك، كنت هبقى باذيك وباذي نفسي. ده انت ابو الشغلانه وفاهم. انت وجعت قلبي يا حسام. انا اسف بجد اسف. لا 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 هتودينا في ده يقول لك بنتعل شخصيه ظابط. لا انا باشا مواطن عادي. مواطن عادي يا محمد بيه. ولو عايز تشوف بطاقتي كمان اوريها لك. بس هتفضل طول عمرك في نظري كبير وكبير قوي يا حسام. مش تقولي لي الحمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ابن بطنك رجع. ابن الشهيد رجع. ومش ناقص رضاك يا عم. قلبي وربي راضيين عليك يا حبيبي. وراك رجاله ولا ما وراكيش؟ وحشتني يا حسام. Thank you.
ارتاح لي يا كامل. بس مش فاهم انت ليه غاوي تتعب نفسك وتتعبني وتجيبنا هني؟ عارف مين؟ طمني يا كام، انت شايف ايه؟ انا شايف صحرا وهو. يعني شالوا السور وشالوا الاوضه؟ انا لاني شايف سور ولا شايف اوضه. انت يا اخويا متاكد ان الارض دي بتاعتك؟ انت اللي متاكد انك مشيت على الوصفة اللي انا قلتها لك؟ ايوه والنعمه. يا خساره تعبي وشقاي، يا خساره تعبي وشقاي، يا خساره تعبي وشقاي. انت محروق قوي كده ليه؟ هو انت كنت دفعت فيها حاجه غيرش؟ بس ربنا بعت لك لجوه منك زحك من عليه. ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده يا ربي؟ هو انا عملت حاجه؟ انا ما عملتش حاجه. وانت يا اخويا مالك بتنوح زي النسوين كده؟ الله، ما احنا معانا فلوس ياما. كان معانا فلوس ياما. كان يعني ايه يا اخوي؟ يعني فلوسك وفلوسي كانوا مدفونين تحت الاوضه اللي تهدد. نعم يا اخويا، دفنت تعبنا وشجعنا في الارض دي. يا نهار اسود، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخويا. الهي ربنا يبتليك بمصيبه اكتر من اللي انت فيه. الهي رب، فجرت نفسك وفجرتني. يا نهار اسود ومدهوي، يا نهار اسود حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طاهر. كامل، حسبي الله ونعم الوكيل. روح يا شيخ، ربنا ياخدك. كامل، ربنا يهدك يا كامل، ربنا يبتليك بمصايب يا كامل. ما تسيبنيش لوحدي يا كامل. فيك يا كامل، قور في دهي. يا كامل ما تسيبنيش لوحدي. قور في دهي. كامل، ده صوت العربية. يا كامل طب أنا هلاقي الفلوس. أنا هدور هنا. مش هنا، بدور فين؟ بدور فين؟ مش ازاي يا ناس؟ اخصى عليك يا كامل، اخصى عليك. ايه دي طوب. يبقى هنا، الأوضة كانت هنا صح؟ الأوضة كانت هنا؟ الأوضة كانت هنا ولا إيه؟ جد صدقتك؟ ما هو لما أنا صدق لازم كل الناس تصدق. على العموم البضاعة الجديدة جاهزة. سلام سلام.